أشيعت الأخبار أنه البنك المركزي العراقي سيلعب دورا هاما في فك الاختناقات المالية التي تعرض إليها إيران من جراء الحصار الاقتصادي الأمريكي. هذا كيف يتم وما هي مخاطره؟ أول شيء خطر الآن أن يستمر مزاد العملة، هسه المفروض يتوقف فورا إذا إحنا نفكر بمصلحة البلد. هذا الجانب الأول. حتى الأموال يومية 200 مليون، من 150 إلى 200 مليون دولار تباع عملتكم بالمزاد العلني، مو سوالف. وبعدين أنت تسوي تجارة غير هاي الشركات الوهمية، غير تجيب تجارة، هسه راح أطلع لك الجايبة على أساس هاي غير تجيب تجارة، هاي كل شيء ما جابت. هاي الفلوس مالتكم طلعت برا مال العراقيين مقابل أن تأتي بضاعة مقابل هاي المبالغ، لا جت البضاعة ولا حصلتوا فلوسكم، ما حصلتوا، راحت الفلوس خلاص ضاعت.